Messi. Drives it across. Oh, it's in! Tunisia have won it! وسهلا تحية لمشاهدينا في تونس وخارج حدود الوطن، تحية للجمهور الرياضي العريض، شكرا على الوفاء، شكرا على المتابعة. حلقة جديدة من برنامج المونديال، أكيد فيها متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي بعد مباراة بطولية البارحة ضد المنتخب الدنماركي، وأيضا متابعة لمباريات اليوم ولمباريات الغد وكل ما عنده علاقة بالكواليس الخاصة بكأس العالم. قبل هذا نحب نرحب بالحضور أكيد سفيان الحدوسي المدرب والمحلل الفني. مرحبا بك، مرحبا بكل مشاهدين التاسع. ايضا عربي جابر اليوم نورنا كالعاده، اهلا وسهلا بك عربي جابر. مرحبا. مرحبا يا عادل، مرحبا بكم المدرب والمحلل الفني يمين جار، اهلا وسهلا بكم. مرحبا. اهلا وسهلا بك عادل، مرحبا بكم الكل، ومرحبا بمشاهديك على التاسع. تحيه خاصه للضيفه الكريمه اشراف قنفود، اكيد مختصه ريفراتيس مونتال، معدة ذهنية، أهلا وسهلا بكم. مرحبا. أيضا تحية خاصة جدا للاعب الدولي السابق عصام جمعة. مرحبا. والتحية أيضا والترحاب موصول للاعب الدولي السابق والمدرب والمحلل الفني مراد العقبي. مرحبا مراد. مرحبا بكل المشاهدين. نحبوا كالعادة في البداية نحيوا مزارو ميلانو أكيد على هذا اللباس الأنيق وعلى هذه الطلة المتميزة. مع مزارو ميلانو ديما حاضرين وللربح ولفريات جايين، وبمناسبة الهابي فرايداي والمونديال على كل دوز ارتيكل اشيتي اكيد الثالث قداش باش يكون؟ بلاش فلوس. كما قلت نذكر بالمفاجأة الكبيرة والمسابقة الكبرى لمزارو ميلانو بمناسبة كأس العالم قطر 2022، رحلة إلى زنجبار ذهاب وإياب مع إقامة كاملة لمدة أسبوع. يكفي أنك تستحفظ على التيكيت كاس متاعك باش تدخل مباشرة في القرعة بدون أسئلة وبدون صعوبات وبدون أيضا تعقيدات. إذا مفاجأة كبيرة تستنى كل رواد مزارو ميلانو وحرفائها بمناسبة كأس العالم، ما تفوتش الفرصة. إذا وتزوروا نقاط البيع متاع مزارو ميلانو متواجدة في العوينة، المروج 4، نابل، سوسة، سهلول، صفاقس، وقريبا في جابس. نفكركم نفكركم بالمسابقة اللي كلنا أعلنا عليها ليلة مباراة تونس الدنمارك، واليوم نعلن على صاحبة الحظ السعيد. المسابقة إذن خاصة بمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام. صاحبة الحظ السعيد هي هنا هواري من ولاية بن عروس اللي فازت معنا بوصل شراء بقيمة 500 دينار. إذا ألف مبروك لهنا هواري من ولاية بن عروس، والكادوات أكيد مازالوا متواصلين على انستغرام، تيك توك، فيسبوك مع مزارو ميلانو ديما رابحين. We'll be right back.
انه نحكيه على الجوائز والهدايا والمسابقات، ذكر بالمسابقه الخاصه بالاس ام اس 7C85840 C85840 للفوز ب 10000 دينار كاش. واكيد لازم تدخل تجاوب على الاسئله باش تقوي حظوظك في الربح. نذكر سي على 85840 في حظ سعيد لكل المشاهدين. و ننطلق كالعاده بيست اوف ابرز لقطات حلقه البارحه. بالنسبه لي انا فما ناس اجرمت في حق المنتخب، مش مشكل تو بعد. لا قيس نقطه بالله دقيقه برك. لا معناتها هوني انا نشوفك معناتها راهو الشك ولا الكريتيك اللي صار قبل المونديال. لا مع الكريتيك انا. لا لا الشرعي تعرف عليه الشرعي. مش كريتيك. لا صارتش كريتيك قبل المونديال. لانه صار برشا تخلويذ قبل المونديال زادا. المنتخب اليوم رجع بالايجابي للمنتقدين الكل من قبل بدايه المونديال، لانه كانت ناس تنتقد كثير في المنتخب في الاختيارات في الشواء تكتيك شو التكنيك الاسماء. مرياح يلعب اليوم كانه عنده تبارك الله عام وهو في الكومبيتيسيون، باش تنحي علي معلول من البلاصه نتاعو الارقام نتاعو في الاهلي المصري وفي المنتخب وتثبت علي العابدي سي ان شوا تري فور، باش تستعمل عصام الجبالي كونتر توت اتونت. ولا واحد كان ينتظر قبل اسبوع انه عصام الجبالي يكون موجود. مدرب دوره كبير في تحضير وتحفيز الملاعبيه معنويين، معناها حسسهم اليوم اللي الدنمارك ماهيش كيف قويه، ماهيش خير من المنتخب التونسي، دونك حسينا اليوم المنتخب التونسي يلعب ند بالند وكان يتفوق. هو لوكوموتيف معناتها il te pousse vers l'avant il يخرجك من الخوف يخرجك بالجيست نتاعو بالقليب اللي عنده معاتي شحنه كبيره ياسر للمجموعه. احنا ديما نقول وقت يونتيسيب تبدا عندك اسبقيه بالنسبه للمنافس. ليكتور دو جو لا ليكتور دو جو العيدوني في كل مناسبه عنده اسبقيه بالنسبه للمنافس لانه يونتيسيب يقرا برشا كوره صحيحه واذا لاعبيه المنتخب اثبتوا انه في وسط المقابله هذه كانوا ينجموا يمشيوا لبعيد. رينا بونتو تتنحى اورجو، رينا كوره اخرى، رينا برشا كوره من المنتخب الوطني التونسي، رينا جرينتا كبيره ورينا جمهور من ذهب. ما لازمناش نهضموا حق الجمهور اليوم. شوف في لي فاز دو بوسيسيون الكل نتاع الدنمارك، كل ما الدنمارك خذت الكره الا وكان فما صفيرات معاديه للعب نتاع المنتخب الدنماركي، دونك عاوننا احنا برشا، اعطانا برشا ثقه. علاش انا في لقطه كيما هذه ليتيجوز برشا 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 ما عيطش الاربيتر ونجي في لقطه اللي واضحه واضحه بالكدا فهمني ونعيط الاربيتر هوني ديما راني عادل غالب نشوف كان الكاس اللي ناقص معناه ما نشوفش الكاس المليان. دائما عند المباريات الصعبه تشوف المنتخب التونسي دائما موجود. اللي تخاف انا اخاف على المنتخب التونسي دائما المباريات الاقل، مثلا استراليا صحيح انها اقل من الدنمارك بكثير، بس انا الحين ابدا اخاف شويه على المنتخب التونسي. كان تعطينا قبل الماتش باش نصح ولا ان بوان نقول لك تفضل نصح معك تو. صحيح. واضح ولا؟ اليوم اذا نحبوا نعملوا حاجه ويقعد عندنا امل في الترشح مقابلة استراليا ما يلزمش تضيع منا. حسب رايي انا جلال القادر يلقى لي زوتوماتيزم نتاعو، يلقى الفورمول ايديال باش ينجم يلعب بها، يلقى القاء الثوابت، القاء التوازن نتاعو، القاء لي سيركوي بريفيرونسيال نتاعو. المدرب كيما السياسي فن الممكن. فن الممكن، اش تنجم تخرج انت من ليكيب ناسيونال؟ اسمك جلال القادري شكري الواعر عادل بو، اش تنجم انت ستاف تخرج من الملاعب تاعكم الدوره هذيا؟ نحاسبك بعد المونديال.
مازال الحديث متواصل عن مباراة تونس البارحة. أكيد بإجماع الفنيين والنقاد والمتابعين أن واحدة من أفضل المباريات اللي لعبتها تونس في تاريخ مشاركتها في كأس العالم، على الأقل في الأربعة نسخ الأخيرة. معنا إشراف خنفود اللي عنده علاقة في تحضير اللاعبين وتأهيلهم نفسانيا. أعتقد العامل النفساني والبسيكولوجي كان واضح، وأداء اللاعبين كان فوق العادة وبامتياز. أي c'était une préparation, c'était une un match معناتها اللي عملوا فيه بروف نتاع كونسنتراسيون على الاخر، نتاع جرين تاع الاخر، مش مني انا راه باش نبداو واضحين، هما من الاول هكاكا معناتها لا فيغيتي. تقرا 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 في الاداء باش ما يبداش معنا انتربريتي اون سي جامي معناتها. اما ايزون في ان ماتش اكسيبسيونيل، وانا هذايا راهي حاجه ما بهتتنيش، على خاطر عندي انا ايتون دوني اللي نعرف برشا منهم اللي تعرف اللي عشت معهم وكل شيء، هذا هو راه المستوى الحقاني نتاع الاولاد نتاعنا بالحق. البارح اون افي ماتش البارح لقينا سانكرونيزاسيون بالكدا كوميونيكاسيون، ايز ايتي تري ديسيبليني، حتى اللي فما حتى ستريس خاطر سي سور لازم راه فما فاكتور ستريس، إلى ايتي ترانسفورمي اون غرينتا، إلى ايتي ترانسفورمي اون ستريس بوزيتيف. دخلوا ماهمش خايفين بالكل من الادفيرسير، ماهمش مقزمين وما زاد ماهمش خايفين منه، داخلين قد قد معناتها ديغال ايغال. ايزون في ان ماتش ماجسترال الحقيقه، وان شاء الله يكملوا هكا، افيت مش ان شاء الله يلزمهم يكملوا هكا، على خاطر هما توا وراونا القدرات نتاعهم الحقانيه، وراونا النيفو نتاعهم الحقاني. ايزون توني لو ماتش اللي ما كانش ساهل حتى فيزيكمون من الاول حتى كش للاخر، ما طاحوش ما راخوش للبريسيون ما راخوش للضغط، خاطر التعب الفيزيك راهو يبو امباكتي زاده معناتها ينجم يعمل manque de concentration et je me sors du game pendant un laps de temps donc hâte à la fatigue physique malirinée un choix mais hâte que je le lâche كل واحد فيهم معناتها الى جوي سون رول على بيرفيكسيون. وانا كيما من الاول بالكل نقول اللي هذا هو راهو بالحق النيفو الحقاني نتاع اولادنا اون انديفيدويل، ديجا نعرف اللي الجرينتا موجوده، نعرف اللي اليوم برشا قاعدين يحضروا في رواحهم فيزيكمون مونتالمون نوتريسيونيست، ماخذين كل واحد فيهم معناتها عامل بريباراسيون انديفيدويل، تعرف ايكيب ناسيونال ما يشكوش بعضهم ديما. دونك اللي لقيناه البارح هو نتيجه نتاع خدمه يخدموا فيها هما والستاف اللي معاهم لهم برشا. وهذايا ابخي بون ماتش البارح برافو، سيتي معناتها ماتش نول، برافو اللي على اللي عملوه، اما ما فما معناتها لازم نقعدوا لي بي سور تيغ، ونغارد لي بي سور تيغ، خاطر صعيب مازال، كنا نجموا نربحوا، انا عندي غزره خاطر بور موا اون اوغي بو غاني بالكدا زاده معناتها. جي ليكيب نتاع الدنمارك جايين نو سوز استيم، وقالوها حتى رينا، انا تبعت شويه لي ديكلاراسيون دو بريس نتاعهم. ميسالش ان شاء الله الكلهم يقعدوا هكاك ينو سوز استيم باش يجيو باش احنا نجموا بالحق اون برون انكور بلوس لو دوسيو، وربي معاهم ان شاء الله في ماتش نهار السبت. انا جو سوي تري تري كونفيونت، لازم يكملوا مش هكا، لازم يكملوا خير من هكا، خاطر في وسط تورنوا باش تزيد زاده لا فاتيك فيزيك لا بريسيون تاع تورنوا، دونك ان شاء الله يشدوا هكا جوسكو بو. واضحتك صح اشراف، هذه قراءه الفنيه البسيكولوجيه على اداء المنتخب التونسي البارح. عصام حكينا على اللاعبين، حكينا على المقابله الصعيبه كيفاش يتعاملوا معها، على ان مباراه تاع كاس عالم معناها ما توفرش في كل مره لاي لاعب، كيفاش تحكم على اداء المجموعه وشو اللي تغير في اللاعبين مقارنه مثلا بمقابله البرازيل؟ اوكي دوليه وديه، لكن يبدو انه استوعبنا الدرس وصلحنا برشا اخطاء ظهرت في المباراه هذه. شوف الحاجه الباهيه معناتها الجوار ابخي معناتها ماتش البرازيل معناتها تقال عليهم برشا كلام مش حلو، ممكن الحاجه البوزيتيف خذها معناتها خليتهم يدخلوا بكوب دي موند معناتها مركزين برشا، وشفنا امبارح سورتو معناتها من الدقيقه الاولى معناتها شفنا معناتها الجوار معناتها زيتي تري بيان كونسونتري، تحس فما لونفي نتاعنا نتاع ولادنا يحبوا يربحوا. زون في ان بون ماتش معناتها ما قصروش، وشفنا معناتها دوبي نتاع ماتش بداها العيدوني بالجيست نتاعو مع الجمهور اللي هيك اللي خلات معناتها الاولاد الكل يدخلوا في الطرح. وفما عامل اخر زاد الجمهور نتاع تونس اللي حضر معناتها حضر في المقابله نتاع تونس، هو اللي خلى معناتها حفز برشا من الملاعبيه وخلاهم معناتها بيان كونسونتري، وخلاهم معناتها لعبنا مع منتخب الدنمارك ند لند، ما خفناش منه، اعطينا اللي عندنا سي فغي، معناتها جاتنا فرص ما ماركيناش، ان شاء الله توا نحاولوا معناتها نصلحوا الماتش الجاي
ناخذوا الايجابيات ونحاولوا نصلحوا معناتها الاخطاء اللي قمنا بهم خاطر نحس فما لونفي حسيتهم كيما متخوفين شوي معناتها كنا نجموا ماركيو كان جازسنا اكثر قدام وطبيعي كان الخوف اعتقد انه منتخب الدنمارك راه منتخب كبير منتخب عريق صحيح فاز على فرنسا ذهاب واياب اما يعني كي شفناهم عادي كي شفناهم معناتها متخوفين ربع ساعه الاولى هما متخافوا منا كي شافونا كيفاش دخلنا بالطريقه ما كانوش يتصوروا الدخول التونسي بهذه الطريقه فهمت شفناهم رخوا شوي فهمت المفروض مراعاه في النقطه هذه المفروض كان زلنا عليهم شوي كنا لازم يماركيو ان شاء الله النقطه هذه صار ماتش استرالي باش يكون ماتش بيج ان شاء الله الاولاد يقعدوا معناتها ميم نيفو وما نطيحوش شوي خاطر ماتش استرالي يقولوا العباد كل ما ساهل خاطر كلات اربع كونتر فرنسا نو باش يكون ماتش صعيب ولازمنا اذا نحب نترشحوا الدور الثاني لازم ماتش استرالي تربح بسكور ان شاء الله هذا ما نتمناه وان شاء الله منتخب تونس يكون جاهز للمواجهه الكبيره طلع البار عاليه واليوم انتظارات كبيره مراد العقبي من اللاعبين لتاكيد هذا الوجه لتاكيد هذا المردود و حتى ربما الشكل والتشكيل نجم يتغير لان يختلف مش يختلف المنافس مش يتغير ثم انك حتى طموحات مش تتغير اليوم مش تلعب من اجل الانتصار في مقابله هامه ومصيريه في تاريخ الكره التونسيه لكن خلينا نرجع لمباراه الدنمارك كيفاش شفت المباراة وكيفاش شفت الأداء تاع منتخب تونس وهل فاجئك الأداء مقارنة يعني بتاريخ مشاركاتنا الماضية؟ أنا عادل سامحني نرجع بك الحصة الأخرى اللي حضرت فيها نهار الأحد اللي فارت حكينا وقتها على سورتو على منتخب الدنمارك قيمنا القدرات نتاعو أنا من جملة الحديث قلت راهو على 9 مقابلات خسرنا 4 مقابلات معناه ماهوش منتخب أمباتابل وقت اتفقنا على الكلمة هذه وانت زادة سالتني سؤال على حدود المنتخبات العربيه ككل نجم نقول انا ما اعطيتكش اجابه معناها واضحه قلت معناها ثم قناعات ثم راهو لا التاريخ نتاع المنتخبات ولا القيمه التسويقيه للاعبين ولا القيمه الفنيه ولا الخبره الترجمه في الميدان معناها نهار لوجورجي القدرات وشفنا يظهر لي المفاجات بالجمله يعني شفنا المنتخب السعودي فاز على الارجنتين اللي نظريا مرشح شفنا اليوم اليابان فاز على المانيا تونس عملت مقابله كبيره برشا اليوم المغرب كيف معناها وقت اللي القدرات نتاع الملاعبيه يترجموها في واقع اليوم وانا قلت كلمه قلت راهو في مقابلات في المستوى العالي مع حتى ملاعب ما عنده الحق ما يهبطش في فورمه معناها وقت اللي الناس كل تقوم بالادوار كما يلزم وحطينا دلانتونسيتي معناها حطينا نسق عالي ربحنا لي ديويل الكل الادوار كانت واضحه للاعبين الخطه تطبيق عالي جدا تنظيم دفاعي معناها فرديا وجماعيا كان عالي جدا وصلنا معناها حققنا خليني نقول الهدف الاولاني انه ناخذوا النقطه وكنا قراب باش ربما اللي كان ينقصنا شويه هو الكرياتيفيتي على مستوى الهجوم والايماجيناسيون كوليكتيف معناها في البلوك اوفونسيف جاتنا وضعيات كنا نجموا نقتلوا الماتش خاطر المقابله كانت تري سيري هما قلقونا شويه بالكره الثابته الكل ربي مراد تعليق على الديسكور هذا البلبولي الخزري علي معلول اللي هما بناكا ياسين الخنيسي والديسكور اللي قاعد صاير مع الملاعبين تحس برشا سوليداريتي وكما البرنا كما الاساسي معنا هذا التاكيد على بون امبيونس داخل الجروب وحكينا فيها عادل قبل باربع او خمسه ايام جسمت على ارض الواقع اليوم وقت تلقى انت علي معلول واحد من احسن اللاعبين الافارقه تلقى الخزري تلقى كيف البلبولي ياسين الخنيسي برناك 4 برناكة وهما يوجهوا في اللاعبين ينصحوا فيهم ويحكيوا معاهم تحس فما سوليداريتي كبيره فما عقليه نتاع عائله معناها في المجموعه هذاك هو اللي يوصل عادل هذاك هو اللي يوصل يعطي ليماج وشفنا كما قال عصام الماتش من بدايته من دقيقه لعب ولا دقيقتين لعب ليماج دو عيسى العيدوني عدى ميساج نتاع التحرحيره نتاع الهريسه نتاعنا للجمهور ولصحابه بيان سور معناها سا سو فوا المنتخب معناها حاضر كما يلزم وعمل المقابله لازم يعملها المنتخب كان حاضر كما يلزم وعمل المقابله اللي يلزم يعملها ناقصه ربما اكل دزه صغيره نتاع هدف كان النجم يفرهدها ويخلينا في وضعيه افضل بكثير لكن اكيد ما زلنا موجودين وما زلنا حيين كما نقول المتالق على الدوام عصام الشوالي حتى الجمهور كان حاضر بكثافه شاهدنا البارح العاصمه شاهدنا قطر فماذا كانت وكيف كانت الاجواء في جابس جماهير جابس كيف تفاعلت مع المباراه مراد مجيد وماهر سلام في هذا التقرير
نقول تعادل باهي على الاخر، وان شاء الله تونس زينا، وان شاء الله مربوحه في كوب دي موند، وان شاء الله نترشحوا يا ربي مربوحه. بالنسبه للنتيجه معناتها متعادله باهيه، وان شاء الله المقابله الجايه تعادل وثالث ربح نترشحوا. الحمد لله الاولاد ما قصروش، اليوم لعبوا بقرينتا، لعبوا بقليب كبير ياسر، وبرافو ليهم. الاولاد عملوا طرح خشين ياسر وفرحانين برشا الحق. تونسية ربي يهني بي. بيانا كالعادة تساند في المنتخب التونسي. نذكر أن البيانا هي المساند الرسمي للمنتخب الوطني التونسي، وأكيد تستحق تحية علي تقدم فيه للكرة التونسية وللمنتخب. بمحبتكم نقدموا. كما شفتوا إذن أغنية، كما شفتوا أغنية للمنتخب التونسي من أداء البيانا، أكيد مرتضى غناها، وأغنية تدعو إلى توحيد الصفوف الكل وراء جمهور المنتخب وراء النصور في هذه المشاركة اللي تتمنى البيانا أن تكون متميزة واستثنائية في كأس العالم قطر 2022. يلا سفيان، سفيان الحدوسي، اعتقد برشا كلام تقال على المباراه، لكن ثابت انه فما نقاط ايجابيه لابد ان نتوقف عندها، فما روح قتاليه لابد ان لا نمر عليها مرور كرام، ونعطيو للناس حقهم، حتى على الاقل اذا واحد ما يتنساش حق الناس باش يواصلوا في نفس النسق، باش يواصلوا في نفس العطاء وبنفس الروح بنفس عزيمة. شو نتغير في المنتخب؟ أكيد الأشياء اللي خلت اللاعبين يدخلوا بهذا النسق، بهذا المردود، بهذه الوضعية اللي ما استنساش بها، يعني نتصور كل لاعب عطاه 200% من المستوى نتاعو. عادل، أكيد يلزمناش ننساو الضغط الكبير اللي مشى عليه المنتخب التونسي قبل المونديال، والتحضيرات واللاعبين
والمشاكل اللي صارت الكل. وذاك ديما نقول اللاعب التونسي ما ينجم يعدي مباريات كبيره كان ما يكون تحت ضغط. وعلى ذاك وقت اللي راه اليوم مدرب كيفاه جهز الفريق نتاعو، كي ترى اول معناتها اول مره راه المنتخب نتاعنا في كاس العالم من احسن المباريات اللي صارت في كاس العالم في المشاركات نتاعنا الاخيره. احسن مباراه عديناها هي المباراه تاع الدنمارك. وقت اللي راه البيرسوناليتي نتاع الملاعبيه، كي راه ليتا ديسبري، كي راه الكونفيونس اللي لعبوا بها، اي سورتو الكوميونيكاسيون اللي حكيت عليها ميم حتى اونتر لي جوار وانترونور. قلت اللي نتعداو ونحكيو تكتيكين، فريق قلت اللي يلعب 3-4-3 يظهر لي ضد ايران لعب بها. وبيك ان تروازيام بوتيتر في الوسط من بعد سعاد بن سليمان ويحل ضد فريق لعب ب 3-5-2 ومن بعد. ترى المنتخب نتاعنا حاضر ذهنيا وتكتيكيا كان حاضر، علاش؟ كان حاضر ضد فريق باش يلعب 3-5 ومن بعد حتى كي الفريق غير من 4-3-3 كنا جاهزين في فك الكره في البلاسمون في الريبلاسمون نتاعنا. اهم حاجه باش تولي توا بوتيتر كومبليكي اكثر الحكايه، خاطر من بعد المباراه اللي عديناها ضد الدنمارك المنتخب نتاعنا مطالب باش يمشي لبعيد اكثر. اليوم ديما نقولها ما يلزمناش عدينا مباراه كبيره الملاعبيه نتاعنا ندخلوا في الاستسهال. ديما نقول لك الملاعب التونسي ما يلعب وما يعدي مباريات كبيره كان ما يكون تحت ضغط. نحب نشكر المنتخب اللاعبين الكل بتاع المنتخب، الاطار الفني، الاطار الاداري اللي هو بنفسه جاهز الفريق، على خاطر ديما كي نقولوا تحضير ذهني، تحضير ذهني راه فيه الاداره، فيه الاداريين اللي دايرين بالمنتخب، فيه المدرب اللي يخدم خدمه كبيره ومعاه الاطار الفني ستاف نتاعو كامل، اي سورتو جماهير الكبيره في قطر اللي عاونت برشا برشا المنتخب نتاعنا. ماك تعرف فما في المباريات من بعد ساعات تصير لنا لو بوان فيبل نتاعنا، معناتها فترات معناتها فوالا نهبط، معناتها نلقينا الجمهور نتاعنا كوم الفو وقف مع الفريق. ان شاء الله نقعدوا ديما تحت ضغط للمباراه نتاع استراليا، خاطر الفريق الاسترالي كيما ريناه باش ندخل شويه انا ما فهمت منه حتى شيء. سجل هدف عالمي ومن بعد وقت اللي ترى بعد الهدف معناتها على ترى كيفاش رينا المباراه وفنيا يظل فريق متواضع. على ذاك يلزمنا نكونوا مضغوطين ونلعبوا مباراة ونجهزوا لها كوم الفو. اي جو بونس ليتار الفني عنده برشا من اللي قاعد يجهز في الفريق في الثلاثة مباريات هذوما نتاع الدنمارك ونتاع الفريق استراليا وفرنسا، معناتها نتصور عنده على القليلة شهرين ليتار الفني. ولو اني انا ما نوافقكش على مستوى المنتخب الاسترالي المنتخب ضعيف، ما قلتش ضعيف، قلت ما تفهم منه شيء. نيفو يسجل لك هدف على ترانزاكس على كورة يسجل لك الدرجين الاولى تحسهم مش ايزيتي با كونسونتري، معناتها تحسهم مش مركزين. كي قبلوا البونتو فاقوا فهمت، دخلوا عرفت كم رخيم استسهلوا الماتش. من بعد الهدف اللي تسجل هدف مش ممتاز، اي ممتاز من بعد هجمه معاكسه منظمه واحد اخر ضرب في البوتو. ومن بعد وقت اللي تراه فنيا يظهر لك فريق لا فنيا خاطر خايف الفريق الفرنسي على خاطره كاس عالم، بدت الريتم نتاع اللعب نتاعها طلعت في الريتم حتى منتخب فرنسا معناتها على المباراه نتاع البارح ماهوش منتخب فرنسا اي مش اللي نعرفوه مع الاصابات اللي في اللاعبين نتاعو مع ظهير الشمال رباط صليبي زاد ما يلعبناش. ديما نقول للاعب التونسي خليه يلعب تحت ضغط، خليه يخاف من الفرق. مي اون اي بلوس افيكاس سو بريسيون كو كي نبداو معناتها توا ما يلزمش جمله معناتها معناتها الفرحه حتى الجمهور معناتها فرحانين اي سي فغي مي راه ما فماش حاجه معناتها لعبوا بالكدا لعبوا كما يلزمهم يلعبوا في نيفو نتاع كوب دو موند لعبوا في ان فغي نيفو انترناسيونال دون لو كاهو معناتها برافو يعطيكم الصحه كنا نجموا نربحوا هذاك مي سي تو اللي لعبنا به وغاردي لي بي سور تيغ معناتها لا الفرق اللي ما لعبناش به ضد البرازيل ضد البرازيل مي سي غراس الماتش البرازيل اللي طلع في نيفو تاعو البرازيل وقت برشا مشاكل برشا ضغط على الجوانب بلوس فما حاجه اخرى ضد البرازيل لازمنا نعرفوها وقت اللي تلم المنتخب باش تدرب حصه حصتين وانت تعرف المنتخب حصه حصتين وتلعب مباراه مسهل مش كيما المونديال على القليله المدرب لم الملاعبيه نتاعو في 8 9 10 حصص تدريبيه على ذاك الفريق نتاعنا كان جاهز واضح اكيد نخو راي العربي جابر عن المباراه عن المردود عن المستوى ربما ما نحبوش نبالغوا في الفرحه
كما قالت شراف يا سخين على القاع، لكن ايضا ما نجموش معنا نمر مرور الكرام على مردود يستحق الثناء والتنويه. صحيح عادل، كما يمر فترات صعيبه المنتخب، ناس كل تنتقده، ناس كل يعني الملاعبيه يدخلوا فيهم كل كسوة الفني، الجامعه، اللاعبين، توا لازم الملاعبيه تاخذ حقها معناها للاخر، معناها كسوة الاطار الفني ولا اللاعبين. شوف انا نتصور علاش البارح ناس كل نوعا ما متفاجئين بروندمون هذاك وبرشا فرحانين بروندمون هذاك. انا نرجع بك فتره التالي شويه، الديسيبسيون اللي صارت مباراه البرازيل او النكسه او خلينا نقول لك الكف اللي كليناه وقتها معناها تاع سكور 5-5-5-1، نتصور معناها رجع بالنفع على 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 المنتخب التونسي، وخلى جلال في الفتره هذيك من فتره ماتش البرازيل حتى المباراه البارح او المباراه في نهايه كاس العالم، معناها صلح برشا حاجات، صلح على مستوى الدفاع، صلح على مستوى خط الهجوم، على مستوى يعني خط وسط الميدان، خاطر سيبا يعني ما هي سهله باش تشوف منتخب بلوك نتاعو كيفاش يتحرك، الطريقه نتاعنا كيفاش نلعبوا في الكوره، كيفاش نطلعوا بالكوره، معناها تحس فما توش نتاع اونترينور يعني بصراحه، يعني صلح برشا حاجات جلال، تحسه خدم على روحه، فما كونفونس بينه وبين الملاعبيه، فما برشا تجاوب بينه وبين الملاعبيه، تحس الملاعبيه البارح في التيران يعني كل واحد يكمل الاخر، معناها كي يغلط العيدوني او كي يغلط الصخيري او كي يغلط العابدي اوتوماتيكمون تحس فما كوفرتور، تحس فما يعني الكوريكسيون تصير معناها في سافيسا، يعني ما تحسش فما فراغات. علاش البارح ما حسيناش انه فما لاعب واحد برز؟ شفنا فريق كامل برز. حاجه اخرى معناها البارح عجبتني في المنتخب، قبل كنا نحكيو على جرينتا، نحكيو على قليب ونربحوا في معناها تشوف سكور بعد الماتش، نربحوا على بينالتي، نربحوا على باليريتي. البارح لا، البارح انا نشوف المنتخب التونسي طلع بالي اخرى، البارح بصراحه طلع بالي اخرى طول لونتام دو ماتش، وي طلع بالي اخرى اللي هي ابار لقليب والروح والليتا فيزيك اللي حاضرين، فما صناعه لعب، فما حاجه تبشر بالخير، فما البارح تبدا الكره عند المدافعين يخرجوا بها صحيحه حتى تحت الضغط، علي العابد يحط كره في الكره تلعب تتعدى من التيران تمشي لقدام، جبنا فرص، جبالي مارتين راس كيف الدراغر معناها اسرت مامون نحسوه معناها يلعب في الدوزيام متر نتاعهم، علي العابد عنده حريه كامله، جلال البارح ما عطاش الطابع اللي متعودين به اللي هو الطابع يعني الدفاعي اللي خايفين، لا لعبنا بلوك معناها عالي حتى في التغييرات وي معناها حتى في التغييرات كي صارت معناها مركز بمركز واعطاهم ليبرتي كشريده حتى كي دخل معناها طلع القدام حنا بار كي دخل طلع القدام ما عاد ممكن فرجاني ساسي قعد شويه مع السخيري باش يسولي اكثر. نتصور البارح منتخب التونسي ورانا نيفو عالي، ورانا طابع جديد ما كناش متعودين به اللي هو لخصها في ثلاثة حاجات، الروح والحضور البدني القوي مع صناعة اللعب. كنا قبل عندنا حاجتين هذوما لكن صناعة اللعب ما عندناش، البارح ورتنا برشا حاجات وهذا يبشر بالخير إن شاء الله مباراة أستراليا. أنا منتخب التونسي باش يكون جاهز مباراة هذه. حاجة أخرى عادل، توا الناس كل عايشة وكأنه احنا نقطة جبناها قبل في المونديال راهم، دونك ماهيش حاجة جديدة، الروندمون واللي وراوه البارح حاجه تفرح صحيح، لكن سي بعد الماتش لازم كل شيء تنسى، ركزوا على المباراه القادمه اللي هي مباراه نهار السبت، راي الفرحه برشا تخليك تهبط ولا شيء، ممكن استراليا تسجل لك هدف كما مباراه فرنسا رجعت، احنا بدات نجموا ما نرجعوش، فلذا كما قال كوتش سي سفيان تبدا تلعب مع سو بريسيون خير من تبدا تلعب يعني شويه رولاشي وتهبط هكا ديكونتراكتي شويه ويغدروك بهدف. دونك الماتش وفيه مشى على روحه، نعاودوا نلموا روحنا، نترناو على روحنا، نصلحوا، اكيد فما حاجات خايبه في المباراه نصلحوها جلال داري بدايه، دونك ان شاء الله نهار السبت نكونوا حاضرين. هذا ما نتمناوه. مي قاره يعني وقت اللي تخدم في ظروف لازم ننسوش معدل البدني نتاع المنتخب، خاطر برشا سالنا على الايطال فيزيك تاع الجوارات، نعرفوا فما جوارات عندها 4 ماتش في ساقها، فما جوارات عندها مده ما لعبتش، تحيه الخاصه مع الستاف المعدل البدني تاع المنتخب اللي يحضر اللي شفنا المنتخب والنقطه كنا متخوفين منها كمل الدقيقه 90 مع بعد الوقت البديل زاد وحاضرين في الدقيقه الاولى حتى الدقيقه 90 شفنا معناتها الصحه في محل الملاحظه. طيب امين انا حبيت نسالك عن
اليوم أول حصة تدريبية للمنتخب بعد هذه النتيجة بعد هذا الأداء، أكيد الظروف باش تختلف والمعنويات باش ترتفع والثقة باش ترجع أكثر قوة قبل مباراة أستراليا. يعني كسبنا بها عديد النقاط كما نقولوا، ضربنا عصفورين بحجرة واحدة في هذه المباراة. أكيد تحضيرات تاع منتخب المباراة الجاية كونتر المنتخب الأسترالي باش تختلف كومبليتمون سو تو لي بلون على المباراة الأولى، المباراة الافتتاحية ضد منتخب دنمارك. اليوم أومي لي جوار وستاف حطوا لابار تريوت بالماتش اللي عملوه، ظهر لي اليوم نحكيو على أحسن مباراة افتتاحية دخل بها المنتخب التونسي المونديال سو تو لي بلون، معناتها تشوف الروح العالية تاع الملاعبيه، تشوف سوليداريتي اللي كنا نشوفوا فيها في التصاور من الملاعبيه الكل، من اللاعب رقم واحد حتى اللاعب رقم 26 يمكن اللي ما عنده حتى شانس باش ينجم يشارك في الكوب دي موند، لكن شفنا اليوم الجروب ملموم، شفنا الجروب كله عنده ان سول اوبجيكتيف هو انه معناتها يحقق حلم التوانسه كله، يحقق مفاجاه كبيره في ظل مجموعه صعيبه احنا فيها، معناتها ما ننساوش رواحنا اليوم لعبنا ضد تروازيام معناتها في اللورو، لعب ضد فريق عاشر في تصنيف الفيفا، فريق معناتها عنده نجوم تلعب في البريمير ليج في اسبانيا في ايطاليا، تلعب في احسن الانديه العالميه، دونك البارح ما كناش في مواجهه سهله. اللي خلينا اليوم نحكيه في هذا كل هو الروندمون تاع الملاعبيه، هو البريستاسيون اللي عملوها الملاعبيه في التيران، معناتها كي البارح كي تشوف عيسى العيدوني، تشوف انيس بن سليمان، تشوف عصام الجبيري، الحقيقه تقول الملاعبيه ضيع بلاصتهم معناتها في احسن الانديه في اوروبا، تقول بلاصتهم في لو نيفو باش بكا سور باسمون دو سوا، معناتها شفنا البارح ملاعبيه، شفنا يمكن يوسف المساكني البارح اشراف، معناتها فما ان سور باسمون سو لو بلون فيزيك سو لو بلون تكتيك سو لو بلون مونتال، معناتها الملاعبيه وصلوا او بليو نيفو، معناتها وصلوا لدرجه نتاع وعي ودرجه نتاع نضج تكتيكي مع هذا الكل، مع شنو معناتها كي نحكيو ديما على الروح والسوليداريتي في الجروب، هذا الكل لازم لا ديسبلين تكتيك، وهذا اللي ما توفقناش فيه في مباراه البرازيل. راه كي نحكيو على روح مباراه البرازيل ولا موتيفاسيون اللي بها الملاعبيه يمكن من اعلى درجه تنجم توصل لها، لكن تجاوزت حدها ولينا بعدنا على ديسبلين تكتيك في المباراه هذيك. اللي فادتنا المنتخب البرازيلي هو البارح على ديسبلين تكتيك اللي هبطنا بها، النضج التكتيكي كل واحد عنده الرول نتاعو قاعد يطبق فيه كوم يفو، شفنا نيس بن سليمان الرول التكتيكي اللي يعمل فيه، علاش نحن الشوط الاول يمكن تفوقنا على منتخب دنمارك وقت اللي كنا نلعبوا 3 4 2 1 بالتمركز ضد 3 5 2، منتخب دنمارك كانت عنده ثلاثه من الجوارات كهو في الميليو تيران، هوكبيرغ ويريكسن مع من تروازيم ميليو تيران، نحن سو لو بلون تكتيك كان انيس بن سليمان بالتمركز نتاعو ويوسف قدام الصخيري وقدام العيدوني ديما يعملوا لا سوبيريوريتي نيميريك، سورتو انيس بن سليمان وقت اللي تبدا كرة على اليمين تلقاه، وقت اللي الكره تبدا الكره في اللاكس تلقاه قدام الصخيري والعيدوني، ولهنا هما اللي سهلوا لنا بالطبيعه بالمتريس تكنيك نتاعهم، سهلوا لنا لي ترانزيسيون نتاعهم بالطبيعه مع عصام الجبالي اللي البارح معناتها التوانسه اكتشفوه. علاش اكتشفوه؟ خاطر عصام عرفناه في النجم الساحلي صغير، لكن البروغريسيون اللي عملها في الدنمارك سيتو بروغريسيون انورم سورتو سو لو بلون فيزيك، عصام لاعبي تكنيكمون عنده كاليتي كبار، لكن البارح كي تشوفوا يلعب ضد منتخب دنماركي سورتو كو هو يلعب في الشامبيون نتاعهم تحسوا ملاعبي معناتها عنده نضج تكتيكي وبدنيا قادر معناتها باش يعمل هذا الكل. البارح الحقيقه زاد كي نحكيوا على هذا الكل ديما لازمنا نرجعوا للستاف، ديما لازمنا نرجعوا لجلال القادري، راهو البارح المنتخب ما هبطش يلعب وحده، هبط الخطه التكتيكيه واضحه، كل واحد عنده الرول نتاعه، سور لو بلون مونتال الديسكور تاع لونترونور والكونفيونس اللي خلى الملاعبيه تلعب بها ضد ملاعبيه كبار هو اللي خلى الملاعبيه توصل للنيفو هذاك. اليوم قلنا معناتها المنتخب الاسترالي عاونتنا برشا مباراه فرنسا البارح، المنتخب الفرنسي ظهر البارح لي بوان فيبل نتاع المنتخب الاسترالي الكل، معناتها براتيكمون لي دو لاتيرال دروا ولاتيرال جوش، معناتها شفنا لا فاسيليتي اللي كانوا يتعداو بها المنتخب الفرنسي حتى في لانكونتر، معناتها المنتخب الفرنسي ما لقاش صعوبه باش يتعدى على اليمين وعلى اليسار، شفنا لي تروا بيوت تاع ديزيميتون جاو من ديمبيلي من ساقين ديمبيلي ومبابي من لي كوتي في لانكونتر، هذا شنو يورينا نحن؟ ورينا صحيح ما عندناش كاليتي تاع مبابي، تسائل الناس تقول لك نحن ما عندناش كاليتي تاع مبابي وديمبيلي، لكن هذا يوريك البوان فيبل اللي انت تنجم تخدم عليه، ما تنجمش حتى في لانكونترا بورتو عندنا دي جوار كيما سليتي كيما الخزري كيما يوسف اللي هما دي جوار كابابل باش يعديو في لانكونترا، لكن زاد نتصور المنتخب باش يركز سلوك في الكوتي هذا برشا في لي كوتي في لي كولوار ينجم يخدم لي سوبيريوريتي نوميريك لي دي دوبلومون، نتصور علي معلول ينجم يكون لاعب مهم ولاعب مفتاح، خاطر شفنا اللاتيرال دروا اللي تي تري فيبل معناها تاع المنتخب الاسترالي، علي معلول ينجم يكون لاعب مفتاح، يوسف ينجم يكون في نهاره معناتها لي زيكسبلوا انديفيدويال ينجم يعملهم فاسيلمون قدام لي زادفيرسير اللي شفناهم،
كيف كيف شفنا المنتخب الاسترالي يحب يخرج بالكره يحب يعمل كونستركسيون دونك الضغط كان ننجحوا فيه كما نجحنا في منتخب دنمارك باش نلقاو احنا حتينا احنا في دي سيتواسيون باهين في بلاصه باهيه في زون بريس باهي. يعطيك صحة مين اكيد نوصلوا توا لشيغي ومفاجآت للجماهير التونسية بمناسبة كأس العالم. إذن نواصلوا مع شيغي وأحدث موديلاتها. اليوم باش نحكيو على تيغويت برو، كهرباء متميزة على جميع الأصعدة مع محرك سعة 1.6 لتر توربو وأيضا بواتوتو افيك 7 رابور فيها ريبريز خارقة للعادة مع دو مود سبورتيف اي ايكونوميك، دونك حاجة اكسيبسيونيل بالنسبة لتيغويت برو. مع هذا الكل نلقاو فيها توت ان سيستيم الكترونيك اللي يعاون برشا في السياقة. أكيد تحبوا تعرفوا مزيد تفاصيل على السيارة المتميزة هذه تيغويت برو، نشاهدوا هذا التقرير. طبعا مع هذا كله نحب نضيف معلومه برشا هامه، معلومه باش تفرح الجمهور التونسي اللي موجود في قطر ولا اللي ناويين باش يتحولوا من تونس ولا من مختلف الدول العربيه كانت او الاوروبيه الى الدوحه لمسانده المنتخب فيما تبقى من المباريات، ان شاء الله اكثر ما يمكن من مقابلات للمنتخب التونسي في الدوحه. دونك شيري مع المنتخب ومع جمهور المنتخب توفر مع شركة الطيران القطرية خدمات نقل لكل جماهير المنتخب التونسي خلال المباريات والعديد من الامتيازات الأخرى بصفة مجانية. دونك كادو حلو برشا. شيري بشكون معاكم وانتم على عين المكان في الدوحة لمسانده النسور، وهكا تكون شيري مع الجمهور ومع النسور. شيري فن تو درايف. الكادوات اكيد شيري مع الجمهور ومع النسور اللي باش يمشي للدوحه على عين المكان سيار على ذمته باش تنقلوا للملاعب، واكيد برشا امتيازات دلل من خلالها شيري جمهور المنتخب اللي يستحق التشجيع هكا ولا على الشيء اللي عمله وعلى الشيء اللي عم فيه الجمهور التونسي هو الاستثناء في هذه الدوره لحد اللحظه. مش الاستثناء بركة، هو أقوى جمهور في الدورة، هو أحسن جمهور، هو جمهور اللي ما بينات 36 و 40 ألف في كل مباراة باش يحضر ثلاثة مباريات تاع منتخب تونس. طيب تحية للجمهور التونسي. إذن نذكروا
ذكوا بالمسابقة الخاصة بالاسماس واللي نرزولها 10,000 دينار إذا تكون تحبوا تكونوا من الرابحين، وأكيد تحاولوا تقوي حظوظكم في الربح. تجاوبوا على الأسئلة على C85 840 باش تكونوا من أصحاب الحظ، وأكيد لما لا تكونوا من الفائزين ب 10,000 دينار. فاصل إشهاري ثم نعود ونواصل الحوار.